الله الرحمن الرحيم. نجلس في استقامة العمود الفقري، منرخي الجسم، قدمين، ساقين، رقبتين، الجذع، بطن، ظهر، كتفين، الكفين على الفخذين مفتوحتين للأعلى. ناخذ شهيق زفير، منرخي الصدر، الرقبة، عضلات الوجه، قفا الرأس. شهيق، نشهق النور من العين الثالثة بين الحاجبين ليستنير كل الدماغ بالزفير. نطرد شخصية الوهم. نطلب من الفكر أن يتنحى جانبا من أجل كل مشاريعنا الفكرية، كل مخططاتنا لهذه المدة البسيطة، لنستطيع أن ندخل لعمق الوجدان. ننوي على أن نصغي بدون توقع، فقط نصغي، حيث السكينة والهدوء. ناخذ شهيق، نور نسحبه لدائرة القلب، نحس بنور بين القلب والدماغ، ونصغي لصمت العرفان من خلال نورانية حروف هذا المعلم الإلهي. صوت المعلم يتحدث في أعماق سكينة القلب: يا بني، إن الجسد يشن هجمات مستمرة ضد الروح، لذلك كن يقظا وحذرا. ما أقدس الحياة يا ولدي، إياك أن تثق بالحواس، اذهب إلى ما وراء الحواس، أنت النفس. إن الجسد عرضة للفناء في أي لحظة، ولكن من يعرف حلول تلك الساعة؟ لذلك لتكن متوجها بكليتك نحو الهدف الأسمى، ليمتلئن قلبك بالأفكار النبيلة السامية، احتفظ به متحررا ونقيا، ليس عند حلول الموت، بل الآن في هذه اللحظة وفي كل حين. ولتكن نواياك صافية كنوايا الأطفال الصغار، عندها إذا ما أخذك الموت على حين غرة، ستكون على أهبة الاستعداد. لتكن حياتك كما لو كنت ستفارق هذا العالم بعد لحظات، وعندئذ ستنعم بالحياة حقا. عندما يعانق الموت الجسد، فإنك ستندم حقا إن لم تكن قد عشت طبقا لمثلك الأعلى على هذه الأرض. إن لو هذه الكلمة الصغيرة تهجئتها هي الإهمال والندامة، إن الأنفس النادمة تعد بالملايين، تلك التي تتحسر قائلة: لو فعلت ذلك بالجسد لكنت الآن أقرب منزلة من الإله. لذلك ألقي بنفسك في خضم هذه اللحظة وبكل إخلاص،
لمثلك الأعلى. قل: إلهي دعني أراك، اجعلني صادقا، دعني أحن إليك. وكل لحظة ردد في قلبك أعظم صلاة، وهي: إلهي وحبيبي، دعني أحبك وحدك. إن روح الإنسان خالدة لا متناهية، قوى لا متناهية، طوع بنانه، اعلم أنك في الإله، إنه يتنفس بك، إنه يحيا بك، إنه يتحرك بك، إن كيانك موجود به. وعندما تدرك ذلك ستفارقك كل المخاوف، وستبلغ حالة عدم الخوف. هناك تجيب النفس على صوت المعلم فتقول: يا إلهي، يا مبدع الحياة والسلام والأشياء كلها، يا إلهي، يا مبدع الحياة والسلام والأشياء كلها، إن جوهرك هو الحب اللامتناهي، إنك والحق موجود في كل مكان، أنعم علي أن أمتلك ذلك الوعي في العوالم كلها. ليس لي أمل إلا بك يا معلم، من بعدك من لي سواك؟ إن المخاوف وأشباح الموت تزهو وتتبختر في كل مكان وفي كل جانب، الآلام والأوهام، تلك هي رؤية الحياة الفانية. يا إلهي، اقصي عني هذا الوهم، عندها سأبصرك حيث يتبختر الموت وحيث الحياة تكون ألما. آه، دعني أراك وأشعر بوجودك من حولي حتى في الأمور المرعبة المخيفة. يا أبتي، يا مجيري، يا قاهر الخداع، استمع لابتهالات قلبي. فيجيب المعلم الإلهي: يا بني، ناجي الإله، ناجي الإله، فكر به، به وحده، تلك القوة التي هي لا متناهية سوف تحيط بك وتغمرك، والحب الذي هو لا متناهٍ سوف يعانقك وسوف يتلفظ بعبارات المعرفة لنفسك. إن الاعتماد الحقيقي على الإله يحل جميع مشاكلك. إن عملية خلق الرجل الحقيقي تكمن في التسليم التام للحب الأسمى، وذلك يظهر في التأمل المستمر. يا بني، عندما تبدو الحياة مخادعة، عندما يقترب شبح الموت، عندما يصرخ القلب من الويلات وتبلغ المصائب البشرية ذروتها، تذكر، ابذل المجهود كي تتذكر أن هذه الأمور متعلقة بالجسد، بالجسد فقط، وأنك أنت الروح. تمسك بكل يوم كما لو كان يومك الأخير، واجعل منه تشابام، أي الذكر المستدام في كل لحظة من لحظات حياتك. قدم حياتك يوميا قربانا للإله، أبصر حكمة إرادته، عندها سواء كنت في جوف القبور أو في أفواه النمور،
في حضرة الموت أو على أعتاب الجحيم فإنك ستعثر على الإله المحب الرحيم. فإن كان من اليوم وصاعدا همك وشاغلك هو تذكر الإله والتعرف عليه، عندها سيتحدر عليك الفرح الأعظم، وسيتأسس السلام في باطنك، وستصبح صاحب النفس المطمئنة. والذي يبدو للآخرين مخيفا مرعبا سيصبح لك جميلا ومحببا، ومع القديس الذي لدغته الكبرى ستنادي فرحا: انظروا انظروا رسول آت من محبوبي. أو مع القديس في فم النمر ستقول: شيفوهم شيفوهم، هذه قوة الروح، هذا هو مظهرها حقا، هذه هي بوح الإله لأنها إدراك الإله. يا بني، المحارب يهرع إلى فوهة المدفع للدفاع عن وطنه، الأم تقتحم النار والماء وفم الوحش كي تخلص وليدها، الصديق يضع نفسه فداء عن صديقه، الراهب يتحمل جميع المصاعب والمشاق من أجل مثله الأعلى. تحمل جميع المحن، اقتحم الأخطار، واجه الرعب، يكف عن إزعاجك، احيا حياة المثل العليا، وكن شجاعا مقداما باسم الإله. ماذا أقول لك؟ أنت ابني في الموت أو في الحياة، في الرذيلة أو الفضيلة، في الفرح أو الألم، في الخير أو الشر، حيثما توجهت وأينما كنت أنا معك، أنا أحميك، أنا أحبك، أنا أفديك، لأنني متعلق بك، ومحبتي للإله تجعلني واحدا معك. إنني أرعاك، إنني أحبك يا ولدي الحبيب. أعلم منذ هذه اللحظة أن قلبك هو بيتي الوحيد. ننسحب من التأمل بمراقبة تنفس من جديد والشعور بوجودنا المادي من جديد. نأخذ شهيق وزفير، نبدأ نحس بوجودنا، نشعر شعور الامتنان لمن خط هذه الروائع ولمن ألهمها، نشعر بالحمد والشكر للإله الذي سخر لنا هذا وقد هدانا، ولولا هديه ما كنا لنهتدي. نفرك الكفين ببعضهما بعضا تعبيرا عن الطاقة والسلام والامتنان. نضع الكفين أمام العينتين، نرفرف بالعيون، نفتح رويدا رويدا، نشعر هاي الطاقة النورانية عم بتلامس العينتين.
مع شعور بالابتسام على المحيا وفي كل خلية، وشعور بمحبة وسلام وامتنان، ننوي على أن نبقى بهذا الشعور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.